مع اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك. برحب بحضرتك يا سيادة اللواء. وهذا القانون اللي تم التصديق عليه ازاي هيعمل حالة يا فندم من الانضباط والتوازن في الأسواق ويرضي المستهلك؟ هو بالفعل يعني طبعا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتصديقه على قانون حماية المستهلك الجديد اللي صدر رقم 181 لسنة 2018، اللي بيؤكد تماما ان السيد الرئيس كما اعلن في اكثر من مرة اهتمامه بمشاكل المواطنين وحرصه على ان تعمل كل اجهزة الدولة بما يضمن حقوق المستهلك في كل المجالات. اليوم صدق سيادة الرئيس على القانون. هذا القانون يحمل ضمانات وضوابط عديدة تصب في النهاية في ضبط المنظومة الاستهلاكية في حماية المستهلك من كل المخاطر اللي ممكن يتعرض ليها نتيجة مخالفة البعض للقانون. هذا القانون في محاوره المختلفة بيضمن التزام المورد أو مقدم الخدمة أو المنتج بالقواعد التي تضمن صحة وسلامة المستهلك، تضمن جودة السلعة. محور هام يؤكد على ضرورة إعلام المستهلك بكافة البيانات والمواصفات الخاصة بالسلعة المقدمة ليه أو المعروضة. دي بيأكد عليها في نصوص عديدة بأن مقدم الخدمة يعلن عن خصائص الخدمة اللي بيقدمها ومميزاتها، مصدر المنتج وصفاته وثمنه وخصائصه الأساسية. تمام. إزاي يا سيادة اللواء يعني هذا القانون النهاردة بيحقق طفرة، بيحقق تغير نوعي وحقيقي للمستهلك؟ يعني دلوقتي لو حد بيسمعنا يا فندم ويعني مر بتجربة قبل كده ومعرفش ياخد حقه، منتج كان سيء، منتج أثر على صحته، أثر على أثاث في بيته، أي شيء من هذا القبيل، إزاي النهاردة الأمور دي هتتغير؟ هيعرف ياخد حقه، هيعرف إزاي يشتكي، وهيعرف إن هو كمان يقاضي الجهة اللي وثق فيها في إطار القانون؟ بإذن الله يا فندم. هو هذا القانون يعطي قوة وصلاحية لجهاز حماية المستهلك اللي من خلال فريق العمل العامل بيه، وهو ومؤمن تماما ان هذا العمل هو رسالة تقدم لصالح المستهلك لحماية وصون حقوقه. النصوص القانونية كافية تماما لان يستطيع الجهاز والعاملين بالجهاز من خلال الضبطية القضائية ومن خلال كافة الاجراءات ان هي تحقق للمستهلك ما نسعى إليه. بيضمن ضرورة الإعلان عن سعر السلعة اللي بيبيع بيه التاجر أو المقدم الخدمة، ودي كان بينص عليها، كان صدر بيها قرار من وزير التموين الدكتور علي مصلحي، القرار 330 بضرورة الإعلان عن السلعة دي أصبحت بنص قانون وليس قرار وزاري. طيب وإيه أخبار العربيات يا سيادة اللواء؟ يعني دايما المشكلة في العربيات عندنا بتبقى صعبة، والحصول على الحق فيها نسبة يعني الحصول عليه تقريبا مستحيلة، يعني الناس بتزهق كمان لأنها بتدخل فيه مراحل كتيرة جدا، مع أن في العالم وأكيد حضرتك عندك فكرة أوسع وأكبر بهذا، أي عربية ممكن يكون فيها أي مشكلة مهما كان حجم الشركة المنتجة لهذه العربية بتتسحب. هو بالفعل يا فندم احنا حتى في ظل القانون القديم، احنا الاسبوع الماضي كنا في قبل الماضي في اسبوع مبادره اسبوع في حب الوطن، واليوم مفتوح لحل شكاوي المواطنين. احنا استرجعنا واستردينا قيمه سيارات للمستهلكين قيمتها 120 مليون جنيه. القانون حتى في ظل القانون القديم كان بيسمح باتخاذ كل الاجراءات، الاليات موجوده. القانون الجديد جاء ليضع ضوابط اكثر تستهدف حصول المواطن على حقه. يعني ممكن نسمع يا سيادة اللواء دلوقتي بعد الكلام اللي احنا بنقوله القانوني الجديد انه
شركة مثلا أنتجت نوع من العربيات وللأسف في ما يعيب هذه السيارة وأنه ممكن يؤدي لحادثة لا قدر الله، ممكن نسمع أن الشركة دي سحبت الإنتاج ولا بالفعل ولا هنسيبها لكل مواطن؟ لا 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 لا، كل الإجراءات احنا عندنا تمام، احنا يعني عملنا حتى إدارة معنية بمتابعة كل الظواهر الخاصة بالسلع والسيارات. تمام. إذا كانت هناك ظاهرة، إذا كان هناك عيب معين أو عيب في الصناعة يمثل ظاهرة في سيارة معينة أو في سلعة معينة، بيتم اتخاذ استدعاء الشركة إجراء تقارير فنية. احنا عندنا في الجهاز لجنة السيارات مشكلة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المتخصصين في مجال هندسة السيارات. بيتم اتخاذ اجراءات قانونيه، لن يتردد الجهاز في اتخاذ اي اجراء يصب في صالح المستهلك. ده الوضع الطبيعي وده دور الجهاز، والقانون جاء ليقوي دور الجهاز باستهداف اللي بيستهدف مصلحه المواطن.